السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات صف الثالث الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات شرح مادة العلوم في منصة البث المباشر التابعة لوزارة التربية والتعليم. معكم اليوم شيماء ديب، معلم العلوم بمحافظة مطروح. نستكمل النهاردة بإذن الله شرح منهج العلوم بتاعنا، ومعادنا مع الدرس الثاني في الوحدة الثانية بعنوان التيار الكهربي والأعمدة الكهربية. طيب تعالوا نشوف كده مع بعض ايه الاهداف اللي احنا هنتناولها خلال حصة النهاردة. النهاردة بإذن الله في نهاية الحصة المفروض نكون عارفين مجموعة من الأشياء، يعني مثلا نكون عارفين ايه هي مصادر التيار الكهربي، نبدأ نقارن ما بين أنواع التيار الكهربي، التيار المستمر والتيار المتردد، ونقدر نتكلم بعد كده عن طرق توصيل الأعمدة الكهربية للحصول على بطاريات مختلفة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ مع بعض. أول جزئية هنتطرق إليها اليوم هي مصادر التيار الكهربي، بنجيب الكهرباء منين؟ يمكن الكلام ده مش جديد، احنا أخدناه في أولى إعدادي وقلنا إن أنا عندي مصدرين من مصادر التيار الكهربي، الخلايا الكهروكيميائية والمولدات الكهربية. احنا أخدناهم بس ما أخدناهمش بنفس المسمى كده قوي يعني، بس تعالوا نشوف مع بعض إيه هم دول. أولا الخلايا الكهروكيميائية هي عبارة عن خلايا بتتحول فيها الطاقة من كيميائية إلى طاقة كهربية. حلو، يبقى أول حاجة عايزين نعرفها إن في الخلايا الكهروكيميائية تحولات الطاقة هتكون من كيميائية إلى إيه؟ إلى كهربية. يبقى هي عبارة عن مجموعة من المركبات الكيميائية بيحصل ما بينها تفاعلات معينة تديني في النهاية إيه؟ طاقة كهربية. طيب الكهرباء اللي ناتجة بيبقى نوعها إيه؟ بيقول لي التيار الناتج نوعه تيار كهربي ايه مستمر. خليكم حافظين الحته دي كويس جدا عشان هنعرف يعني ايه مستمر دلوقتي. طب ايه مثل الخلايا الكهروكيميائيه دي في حياتنا؟ هنشوفها فين؟ هقول لك زي الاعمده الجافه والبطاريات. الاعمده الجافه اللي هي الحجاره اللي احنا بنشتغل بيها في اللعب بتاعه الاطفال او الساعات والحاجات دي، زي بطاريه الموبايل. يبقى الاعمده الجافه والايه والبطاريات طبعا زي بطاريه السياره وهكذا. يبقى في النهاية الخلايا الكهروكيميائية أجهزة بتحول الطاقة من كيميائية إلى طاقة إيه؟ كهربائية. طيب المصدر الثاني من مصادر التيار الكهربي هي المولدات الكهربية. طب تحول الطاقة بقى في المولد الكهربي إيه يا شباب؟ من طاقة حركية إلى طاقة إيه؟ كهربية. المولدات الكهربية دي إحنا كنا واخدين مثال عليها قبل كده، اللي إحنا كنا بنسميها إيه؟ الدينامو. يبقى هي ناتجة من الإيه؟ الدينامو. ده الدينامو هو مثال على مولد ايه؟ كهربي. طب التيار الناتج يا مس هو عبارة عن تيار ايه؟ بنسميه تيار كهربي متردد، وهنعرف يعني ايه متردد دلوقتي حالا. يبقى تاني مصادر التيار الكهربي اما انها تكون خلايا كهروكيميائية او مولدات ايه؟ كهربي. طيب انواع التيار الكهربي، ها فاكرين في كلمتين قلنا نحفظهم في دماغنا، ايه هم انواع التيار الكهربي؟ التيار الكهربي المستمر، وده دايما بيرمزوا له بالدي سي، والتيار الكهربي المتردد، وده بيرمزوا له بالاي سي. يبقى دول انواع التيار الكهربي. طب يلا بينا كده ناخد مقارنه سريعه ما بين النوعين عشان نشوف ايه الفرق ما بين حاجه اسمها تيار كهربي مستمر وحاجه اسمها تيار كهربي متردد. اول حاجه احنا خلاص اخدناها، التيار الكهربي المستمر ده بيجي لي منين؟ بيجي لي من الخلايا الكهروكيميائية. طب والمتردد كان جاي لي من المولدات. يعني في التيار الكهربي المستمر كانت بتتحول الطاقة الكيميائية إلى كهربية، لكن في التيار الكهربي المتردد كانت بتتحول الحركية إلى كهربية. طيب فرق تاني بنقول إن في التيار الكهربي المستمر هو تيار ثابت الشدة. هو مستمر، بنسميه مستمر عشان شدته ثابته، مش بيضعف ويرجع يزيد تاني. يعني شباب شفتش انا لعبه اطفال بشغلها بحجاره، الحجاره لما بتضعف مش بترجع تزيد. يبقى التيار ده هو تيار ثابت الشده، شدته ثابته في اللفه الواحده، الالكترونات بتنساب وترجع للبطاريه بتاعتي مره تانيه، وبالتالي بتفضل الشده بتاعتي ثابته في اللفه الايه الواحده. لكن التيار الكهربي المتردد لا، التيار الكهربي المتردد بيمشي جوه الدايرة الكهربية، شدته بتبدأ إنها تزيد تزيد تزيد، وبعدين توصل لقيمة عظمى وترجع تقل تاني.
فبنقول ان هو بيغير شدته كل نصف دورة، وهوريكم الموضوع ده على الرسم البياني هتفهموه احسن. يبقى التيار الكهربي المستمر هو تيار ثابت الشدة، بينما التيار الكهربي المتردد لا، شدته بتتغير، بتتغير كل قد ايه؟ كل نصف دورة. الاتجاه، التيار الكهربي المستمر هو تيار موحد الاتجاه، بيمشي جوه الدايرة الكهربية في اتجاه واحد بس، لكن التيار الكهربي المتردد بيمشي في اتجاهين متضادين. تعالوا نشوف كده مع بعض الرسمة دي. هنا في أول جزئية هتلاقوه موصل الدايرة الكهربية بإيه بقى؟ بصوا كده، الدايرة الكهربية متوصلة بالبطارية أو بالحجارة بتاعتنا، يبقى ده تيار كهربي مستمر. طب لو جيتوا تبصوا، الأصفر ده اللي بيمثل الإلكترونات بتاعتنا، فلما تيجوا تبصوا على الإلكترونات أو الشحنات هتلاقوا إن الشحنات كلها بتنساب وتخش داخل المصباح وتطلع من الناحية التانية. التيار ماشي في اتجاه واحد بس وشدته ثابتة زي ما انتوا شايفين. يبقى تاني، التيار هنا بنسميه تيار مستمر، تيار موحد الاتجاه. شايفين الأسهم اللي بتوضح اتجاه مرور الإلكترونات بتاعتنا؟ يبقى التيار بيمشي في اتجاه واحد بس. طب في الدايرة التانية، في الدايرة التانية هو لغى البطارية خالص واشتغل على الدينامو، فالتيار اللي جاي هنا تيار متردد. طب يعني ايه تيار متردد؟ زي ما انتوا شايفين، شايفين الالكترونات بتنساب في كام اتجاه يا شباب؟ في اتجاهين اهو، الالكترونات بتمشي شوية كده ترجع تعكس اتجاهها تاني، بتغير اتجاهها كل نصف ايه دورة. يبقى الالكترونات تمشي جوه الدايرة كده، وبعدين تعمل ايه؟ بعدين تعكس اتجاهها وترجع تاني. فطبعا انا بمشي سرعتي بتزيد لحد ما هاجي بقى ان انا المفروض ارجع تاني، فتبدأ السرعة تقل عشان ابدأ ان انا ارجع، فهو كده بيغير شدة وبيغير ايه اتجاه. يبقى التيار الكهربي المستمر ثابت الشدة والاتجاه، التيار الكهربي المتردد متغير الشدة والاتجاه. على الرسم البياني هنفهم الموضوع ده احسن شوية لما نعمل تمثيل بياني ما بين شدة التيار والزمن. فالتيار الكهربي المستمر شدته ثابتة بمرور الزمن، ما بتتغيرش، وكمان ما بيغيرش اتجاهه، فهتلاقوا ماشي خط واحد كده. طب التيار الكهربي المتردد، بصوا على الرسم بقى الدنيا واضحة قوي، هتلاقوا ان التيار الكهربي المتردد مشي مشي مشي، عمال شدة التيار تزيد لحد ما يوصل لنقطة معينة، يوصل عندها لأكبر قيمة في شدة التيار، يبدأ شدة التيار تقل تاني، إذا هو متغير الشدة زي ما انتوا شايفين اهو. طب بعد نصف دورة، دي نصف دورة، بعد نصف دورة يعمل ايه؟ يعكس اتجاهه ويرجع تاني، يمشي في الاتجاه المعاكس، تزيد شدته وترجع تقل تاني. يبقى التيار الكهربي المتردد هو تيار متغير الشدة متغير الاتجاه. نكمل المقارنة بتاعتنا بإمكانية النقل. بيقول لي التيار المستمر بينقل لمسافات قصيرة فقط، يعني أنا ما ينفعش مثلا أجيب بطارية وقرر إن أنا أجيب سلك طويل قوي عشان أشغل بيها مثلا لعبة أطفال هنا تبعد مثلا مسافة 300 400 متر. طبعا البطارية مش هتقدر إنها تولد قوة دفع وترمي لي التيار المسافة البعيدة قوي دي، ينقل التيار المستمر لمسافات قصيرة فقط. طب التيار المتردد، لا ده انت عندك المولدات اللي موجودة في السد العالي جايبالي انا هنا التيار الكهربي لحد ما تروح، يبقى هنا يقدر ان هو يتنقل لمسافات طويلة، وفي نفس الوقت يقدر برضو ان هو يتنقل لمسافات ايه قصيرة. يبقى تاني، التيار المستمر ينقل لمسافات قصيرة فقط، بينما التيار المتردد ينقل لمسافات طويلة وقصيرة. التيار الكهربي المستمر ما نقدرش ان احنا نعمله تقويم ونحوله الى تيار متردد، يعني ما ينفعش ان احنا نحول التيار المستمر الى تيار متردد، لكن التيار المتردد ينفع بطريقة معينة كده ان احنا نحوله لتيار مستمر. هتاخدوا طبعا الطريقة دي في ثالثة ثانوي بإذن الله، ازاي نقدر ان احنا نحول التيار المتردد لتيار مستمر. يبقى دي كده المقارنة بتاعتي
ما بين التيار المستمر والمتردد، آخر حاجة طبعا في المقارنة دايما بتكون الاستخدامات. بنستخدم المستمر في ايه والمتردد في ايه؟ المستمر البطاريات، لو انتوا خدتوا بالكم هتلاقوا ان بعض الأجهزة المنزلية تشتغل بالبطاريات، تمام؟ يعني ايه؟ هتجيب ساعة هتشتغل ببطارية، ممكن نجيب بعض الأجهزة الصغيرة بقى، مضرب صغير، الحاجات دي هتلاقوها شغالة ببطاريات. طب بتستخدم في ايه كمان؟ بتستخدم في عمليات الطلاء الكهربي. التيار الكهربي المستمر تستخدم في حاجة اسمها عمليات الطلاء الايه الكهربي. ايه قصة عمليات الطلاء الكهربي دي يا شباب؟ دي بيبقى جايبين فيها مثلا، لو انتوا بتسمعوا ان يقولك ايه طقم الشوك دوت، او المعالق مطلي بالفضة، او الساعة دي مطلية بمية الذهب وهكذا. طب الحركة دي بتتعمل ازاي؟ هما بيجيبوا المادة اللي هما عايزين يعملوا لها طلاء، بيحطوها في سائل بيحتوي على الايونات بتاعت المادة اللي احنا عايزين نطلي بيها. يعني مثلا السائل ده يكون بيحتوي على وليكن محلول نترات الفضة، فهنا لما هيتأين هيبقى عندي ايونات الفضة موجودة، تمام؟ او ممكن نستبدله باي سائل جيد التوصيل ونحط هنا قطب او شريحه من الفضه. طيب بعد كده بنعمل ايه؟ بنجيب بطاريه وبنوصل التيار الايه الكهربي بتاعنا في دايره بتاعي. فايه اللي بيحصل يا شباب؟ اللي بيحصل طبعا ان بتبدا التيار الكهربي لما يجي يمر يبدا ياخد الايونات بتاعه الفضه دي ويبدا يعمل لها تراكم هنا على الشوكه او المعلقه اللي احنا عايزين نعمل لها عملية الطلاء، فتتراكم الأيونات بتاعة الفضة هنا، فدي اسمها عملية الطلاء الكهربي، تمام؟ يبقى دي فكرة استخدام التيار المستمر في عمليات الطلاء الكهربي. طب التيار المتردد بقى ده اللي عندنا في البيت، بيستخدم في تشغيل معظم الأجهزة المنزلية وإنارة المنازل والشوارع. كده انا خلصت مقارنتي ما بين التيار المستمر والمتردد. اخر حاجة عايزين نحكي عنها التعريف بقى. لو انا حابة ان انا احط تعريف، فبقول التيار الكهربي المستمر هو تيار كهربي ثابت الشدة يسري في اتجاه واحد فقط في الدائرة الكهربية، بينما التيار الكهربي المتردد هو تيار متغير الشدة والاتجاه يسري في اتجاهين متضادين داخل الدائرة الكهربية. الجزء اللي بعد كده هنتكلم عن طرق توصيل الأعمدة الكهربية. يبقى أنا النهاردة اتكلمت عن حاجتين، ودي التالتة، اتكلمت عن مصادر التيار الكهربي بنجيبه منين، اتكلمت بعد كده عن أنواع التيار الكهربي المستمر والمتردد، ودلوقتي هنتكلم عن طرق توصيل الأعمدة الكهربية. عندي طريقتين لتوصيل الأعمدة الكهربية، وهما التوصيل على التوالي والتوصيل على التوازي. تعال نشوف ايه الفرق ما بين الاتنين، ونعرف الأول احنا بنوصل ليه. أولا يا شباب، الأعمدة الكهربية، مش احنا كنا بنتفق إن في حاجة اسمها عمود كهربي؟ العمود الكهربي رمزه في الدايرة كده شرطة طويلة اللي هي تمثل القطب الموجب، وشرطة قصيرة اللي هي تمثل القطب الثاني. طيب ده اسمه ايه؟ ده اسمه عمود كهربي. طب أنا لو وصلت عدة أعمدة كهربية مع بعض بطريقة معينة، اتحولت من كونها عمود إلى حاجة اسمها إيه؟ بطارية. يبقى ما هي البطارية؟ هي عبارة عن عمودين أو أكثر متصلان معا بطريقة ما في الدائرة الإيه الكهربية، مع عمودين كهربيين أو أكثر متصلان معا بطريقة ما في الدائرة الإيه الكهربية. إزاي أوصل الأعمدة؟ قال لي أنت عندك طريقتين للتوصيل، أولهم التوصيل على التوالي. طب يعني إيه توالي؟ توالي يعني ورا بعضه. يعني إيه ورا بعضه؟ يعني العمود الأول واقف كده، العمود التاني وراه، التالت بعضه، وهكذا. فهتلاقي حضرتك موصل موجب الأول مع سالب التاني، وموجب التاني مع سالب التالت، وهكذا. ففي النهاية أصبح عندك سالب واحد وموجب واحد للإيه للبطارية. يبقى موجب العمود الأول بسالب العمود الثاني، وموجب العمود الثاني بسالب العمود الثالث، ده اسمه توصيل على إيه؟ التوالي. طب والتوازي بقى؟ قال لي لا، التوصيل على التوازي بيتم فيه توصيل كافة الأطراف الموجبة معا والأطراف السالبة معا. توازي يعني حطهم على التوازي كده فوق بعض. ف
فالموجب كله مع بعضه والسالب كله في حتة واحدة مع بعضه، يبقى ده اسمه توصيل على ايه؟ على التوازن. يبقى تاني، التوصيل على التوالي يبقى فيه موجب سالب موجب سالب، لكن التوصيل على التوازي بيبقى الموجب كله مع بعضه والسالب كله مع بعضه. يبقى دي طريقة التوصيل زي ما انتوا شايفين، موجب سالب موجب سالب موجب سالب، ده بالنسبة للتوصيل على التوالي. في التوصيل على التوازي بيكون الموجبات كلها في حتة واحدة والسالبات كلها في حتة ايه. قيمة القوة الدفع الكهربية بقى، عشان نحسب القوة الدفع الكهربية مثلا في الحالة دي، في حالة التوصيل على التوالي يا شباب، لو ده مثلا بطارية او العمود دوت مثلا قوته 3، ده قوته 2، وده قوته 6، عشان احسب القوة الدفع الكلية لهذه البطارية خلينا نتخيل مع بعض كده اصلا القصة عاملة ازاي. القصة عاملة ان الالكترونات بتطلع من هنا، فالعمود الاول بيديها زقة تخش على العمود التاني فهو يزقها اكتر، فاهمين؟ يعني انا بزود الزقة عليها قوي، فبقول بلاقي نفسي ان انا بجمع القوة مع بعض، فاهمين الفكرة رايحة فين؟ يبقى القوة النهائية قاف د الكاف الكلية للبطارية هتساوي ايه؟ هتساوي قوة العمود الاول نجمع عليها قوة العمود التاني نجمع عليها قوة العمود التالت. يبقى 3 و2 5، 5 و6 11 فولت، دي قيمة قوة الدفع لهذه الايه؟ البطارية. طب في حالة التوصيل على التوازي بقى، لو العمود الأول قوته 2 والتاني قوته 2 وده قوته 2، طب أنا داخل بالتيار بتاعي من هنا، لقيت نفسي هتفرع على 3 طرق، أنا مش همشي فيهم الثلاثة مع بعض، أنا هختار طريق وأمشي فيه، فهتلاقي نفسك مشيت في الطريق ده فتزقيت بس بالعمود ده، مشيت في اللي فوق فتزقيت بس بده، فهتلاقي قوة عمود واحد بس هي اللي محسوبة. طبعا في حالة التوصيل على التوازي ما عندناش في المنهج إلا القانون بتاع التوصيل على التوازي لما تكون الأعمدة متشابهة، لكن في حالة الأعمدة المختلفة هتاخدوا إن شاء الله القانون في ثالثة ثانوي برضه. يبقى تاني، عشان نحسب ق د الكاف الكلية للبطارية في حالة التوصيل على التوالي، فبتساوي ق واحد اللي هي قوة العمود الأول زائد ق اتنين قوة العمود الثاني زائد ق ثلاثة اللي هي قوة العمود الثالث، وهكذا حسب الأعمدة اللي موجودة. طب إذا كانت الأعمدة متشابهة نقدر ان احنا نستخدم القانون ده اللي هو نون في قاف واحد. يعني ايه مثلا؟ يعني القانون اللي فوق يا شباب ما ينفعش استخدمه في الحالة دي، استخدمه مثلا لو كانت الأعمدة هنا كلها شبه بعضها، لو ده مثلا 2 فولت وده 2 فولت وده 2 فولت، نستخدم القانون اللي بيقول قاف د كاف هتساوي نون في قاف واحد. هي ايه النون دي؟ النون دي اللي هي عدد الأعمدة، عندك كام عمود؟ عندي 3 أعمدة، قوة الواحد بكام؟ باتنين، يبقى 3 في 2 بكام؟ ب6 فولت. هو أنا مش لو جمعت 2 زائد 2 زائد 2 طلعت ب6 برضو، يبقى إذا أنا عندي هنا قانونين أقدر أستخدمهم، قاف د الكاف تساوي النون في قاف واحد، نون اللي هي عدد الأعمدة، قاف اللي هي قوة العمود الواحد، ويستخدم هذا القانون في حالة الأعمدة المتشابهة فقط. القانون الثاني بيقول ان قاف د الكاف تساوي مجموع قوى الأعمدة، قاف واحد زائد قاف اتنين زائد وهكذا. في حالة التوصيل على التوازي هنستخدم القانون الثاني اللي بيقول قاف د الكاف تساوي قوة العمود الواحد. لو جينا ناخد نظرة سريعة كده على قيمة القوة الدفع الكهربية هنلاقي ان انا في حالة التوصيل على التوازي بجمع يعني عمالة ازود من قيمة القوة الدفع الكهربية، يعني حطيت العمود الاول وزودت عليه التاني وزودت عليه التالت، كل ما بزود عدد الاعمده قوه الدفع بتزيد جدا فبتكون قيمتها اكبر ما يمكن. لكن في حاله توصيلي على التوازي مهما زود في عدد الاعمده لو كانت متساويه تفضل قيمه القوه الدفع تساوي قيمه العمود الايه؟ الواحد. يعني مهما تزود في عدد الاعمده انت لسه قوتك الدفع الكهربيه زي ما هي، فقيمتها بتكون اقل ما يمكن. لو انا حبيت اعبر عن الموضوع ده برسم بياني فبيقول لي ان انت لو بتتكلم عن توصيل على التوالي فكل ما تزود عدد الاعمده تزيد القوه الدفعه الكليه للبطاريه. يعني العلاقه هنا ما بينهم هما الاثنين علاقه طرديه، كل ما بتزود عدد الاعمده تلاقي قوه الدفع بتاعتك زادت. لكن في حاله التوصيل على التوازي
كلما زاد عدد الأعمدة بتظل قيمة القوة الدافعة الكهربية مساوية لقيمة العمود الواحد، وبالتالي هي دايما ثابتة. لو الدايرة بقى فيها مجموعة من الأعمدة، حبة متصلين على التوالي وحبة متصلين على التوازي، نحسب القوة الدافعة بتاعة البطارية إزاي؟ بيقول لي في حالة إذا كان عندي الأعمدة المختلفة دي، فقاف ده الكاف الكلية للبطارية، قوة الدفعة الكهربية الكلية للبطارية بتساوي قوة الأعمدة المتصلة على التوالي زائد قوة الأعمدة المتصلة على التوازي. تعال نشوف المسألة دي، لأن دي من أهم المسائل اللي ممكن نلاقيها قدامنا في الامتحان، تتكرر كتير جدا في الامتحان الشكل ده من المسائل. تعالوا نقول إزاي نحله بطريقة بسيطة وسهلة. يجي في الامتحان يقول لي وضح بالرسم كيفية توصيل أربعة أعمدة كهربية متماثلة قوة الدفع الكهربية لكل منها 1.2 فولت للحصول على بطارية قوتها الدفعة تساوي 1.2 فولت، وتاني رسمة عايزها 2.4 فولت بس عايزها بطريقتين مختلفتين. طب نعمل الكلام ده ازاي وبالراحة كده مع بعض؟ تعالوا نشوف. مبدئيا يا شباب، عشان نحل النوع ده من المسائل، أول حاجة نبقى عارفينها لازم نعلم كده على المعطيات بتاعة المسألة بتاعتي. لازم تبقى حاطط في دماغك على جنب انت معاك كام عمود عشان لازم تستخدمهم كلهم. معي 4 أعمدة، يبقى الرسمة لازم يكون فيها 4 أعمدة. اتنطط بقى واعمل اللي انت عايزه، بس لازم في النهاية يكون في الرسمة 4 أعمدة، ولا أزيد ولا أقل. العمود بكام؟ العمود ب1.2. طب انت عايز توصل لكام؟ انا اول حاجة عايز اوصل ل1.2. ها، يبقى اول حاجة احنا عايزينها ان انا اوصل ل1.2 ايه من 10. طب تعالوا مع بعض كده نشوف هنحلها ازاي. اولا لو حطينا عمود واحد، هو العمود بكام؟ مش ب1.2؟ يعني انا كده لما حطيت عمود واحد وصلت لقيمة القوة الدافعة اللي هو عايزها. خلاص يا مس بقى، شكرا، انا وصلت للرقم اللي هو عايزه. لا طبعا، ليه؟ لانه عايزك تستخدم ال4 أعمدة. طب استخدمهم ازاي؟ حلو، انت لازم تستخدمهم بس ما يكونش ليهم قيمة. استخدمهم بس ما يكونش ليهم قيمة، دي معناها ان انت هتحطهم تحت العمود، يعني هتوصل على التوازي عشان ما يتحسبش قيمته. فهننزل باقي الأعمدة تحته على التوازي. مجرد ما نعمل الأعمدة على التوازي يبقى على طول هنحط نقطة قبل ونقطة بعد عشان نقدر ان احنا نوصل الموجب كله بنقطة واحدة والسالب كله بنقطة ايه واحدة. في النهاية طبعا نحط ان ده الموجب بتاع البطارية بتاعتي وده السالب، ونحط قيمة القوة الدفع بتاعت الايه الأعمدة. عايز ايه هو تاني؟ عايز بطارية تانية تكون 2.4 فولت بطريقتين. تعالوا نشوف الطريقة الأولى. ها، زي ما احنا قلنا هناخد أول عمود وهو قوته كام؟ 1.2، هنحطه كده بقى معايا 1.2. طب لو حطيت وصلت الرقم اللي أنا عايزه؟ لا مش وصلتش، يبقى أحط واحد كمان. كام؟ 1.2 صح؟ يعني كده مجموع الاتنين مع بعض كام؟ 2.4. أنا كده وصلت للرقم اللي أنا عايزه. طب أعمل إيه بعد كده؟ في عمودين لسه ما استخدمتهمش، يبقى اللي ما بستخدمهوش ده بتخلص منه. بتخلص منه مش هنرميه في الباسكت، لا بنتخلص منه معناها هنحطه على التوازي مع احد الاعمده. نزلنا الاعمده اللي باقيه على الايه، على التوازي. حطيت عمود هنا وعمود هنا، مفيش مشكله. طب ابدا اوصل دول لوحدهم الاول، لان دي مجموعه متصله على التوازي، يبقى نوصلهم لوحدهم الاول، وبعدين نوصل الاتنين دول كمان لوحدهم الأول لأن دي مجموعة تانية على التوازي، وبعدين نوصل المجموعتين مع بعض على التوازي. يبقى أنا كده جبت بطارية قوتها كام؟ 2.4 فولت. يا مس قال لك بطريقتين، حاضر نمسح الكلام ده ونشوف الطريقة التانية. يلا فكرتوا فيها وعملتوها، اعملوها كده عشان نجرب مع بعض ونقول طريقتنا صح ولا غلط. بس ما بتسألني يا مس هو بيجيب رسمة في الامتحان؟ السؤال ده أساسي في معظم الامتحانات يا بسمة. ممكن تقولوا لي عملتوا إيه في الرسمة؟ يعني تقولوا لي كام عمود على توازي وكام عمود على التوالي وهكذا، برضو هفهم. يعني هنحط أول عمود يبقى كده 1.2 فولت،
حط تاني عمود، يبقى كده 1.2 كمان، يعني انا كده وصلت للرقم اللي انا عايزه. طب بعدين المرة اللي فاتت كنا حاطين عمود تحت كل واحد منهم، لا المرة دي بقى هحط العمودين عند واحد بس. فبقوا 3 على التوازي مع 1 على الايه التوالي. فنوصل بتوع التوازي الأول وبعدين نروح موصلين معاهم بتاع الايه التوالي. يبقى أنا كده بطاريتي قوتها كام يا شباب؟ 2.4 فولت. تعال نشوف مع بعض المثال ده. بيقول لي من الرسم التالي احسب قوة الدفع الكلية، قوة الدفع الكهربية الكلية للبطارية إذا علمت أن الأعمدة متماثلة وقوة كل منها 2 فولت. هسيب لكم انتوا الحل وتقولوا لي قاف د الكاف الكلية للبطارية بكام. عايزين نحسب قاف د الكاف الكلية للبطارية، وانا عندي مجموعة من الأعمدة زي ما انتوا شايفين متصلة على التوالي، مجموعة من الأعمدة متصلة على التوازي. قال لي ان قوة كل عمود 2 فولت، يبقى ده 2 و2 و2 وهنا برضو 2. طب احسب ازاي؟ دي بطارية مكونة من مجموعة من الأعمدة متصلة على التوالي مع مجموعة من الأعمدة متصلة على التوازي. طب نعمل ايه؟ نحسب التوالي لوحده الأول، بعدين نحسب التوازي، وبعدين نجمع الاتنين مع بعض. قاف د الكاف الكلية بتاعة التوالي بكام يا شباب؟ 2 في 3 بكام؟ ب6 فولت. يبقى دي قاف توالي، قوة التوالي. طب قاف التوازي بكام؟ 2 فولت. طب انا عايز، لان هي تساوي قوه العمود الواحد، فانا عايز قاف د الكاف الكليه لهذه البطاريه، يعني تساوي قاف للاعمده المتصله على التوالي زائد قاف للاعمده المتصله على التوالي. يبقى 6 زائد 2 ب 8، ايه؟ ب 8 فولت. برافو عليكم، زي ما انتم مطلعين نتيجتك. عندي 3 اعمده، قوه العمود 3 فولت، عايزين نوصلها لنحصل على بطارية قوتها 3 وبطارية تانية قوتها 6 فولت. تقدروا ترسموهم في الكراسة وترجعوا تكتبوا لي في الشات هنعملهم ازاي. عايزين بطارية مرة 3 فولت ومرة 6 فولت. يلا هنبدأ أول حاجة نصحصح، إن أنا معايا 3 أعمدة وقوة الواحد ب 3. تعالوا نشوف كده مع بعض شباب ازاي هنعمل المسألة دي. مبدئياً أنا مطلوب مني حاجتين، أول حاجة إن أنا أحصل على بطارية قوتها 3 فولت، وتاني حاجة إن أنا أحصل على بطارية قوتها 6 فولت. طيب العمود بكام أصلا؟ العمود ب 3، يعني أنا لو حطيت عمود فقوته 3 فولت، يعني أنا وصلت للرقم اللي هو عايزه في أول واحد. ففي معنى كده إن أنا عايزة أتخلص من عمودين، يبقى أعمل إيه؟ أوصلهم على التوازي. نقطة قبل ونقطة بعد، وأبدأ إن أنا أعمل إيه؟ أوصل الموجب كله بالنقطة الأولى، يبقى ده موجب البطارية، وأوصل السالب كله بالجزء التاني، يبقى ده سالب البطارية. طب لو أنا عايز أعملها 6 فولت بقى يا شباب، عايز أعملها 6 فولت يبقى هنبدأ بأول عمود كده 3، نحط جنبه واحد كمان يبقى 3 و3، يبقى انا كده وصلت ل6 فولت. طب اعمل ايه بقى؟ اروح حاطط واحد على التوازي مع احد الاعمده، العمود اللي انا عايزه اتخلص منه احطه على الايه التوازي، اوصل بتوع التوازي الاول وبعدين اوصلهم على التوالي. يبقى ده الموجب وده الايه السالب. قدامنا مسألة أخيرة، دي هناخدها سكرين شوت وتعتبر واجب، تقدروا إن انتوا تحلوها لو في أي جزئية واقفة فيها نحكي فيها المرة الجاية بإذن الله. يبقى خدوا الشاشة دي سكرين وهنحلها ونشوفها المرة الجاية بإذن الله. النهاردة
اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن الدرس بتاع التيار الكهربي والأعمدة الكهربية، عرفنا ايه هي مصادر التيار، ايه هو انواع التيار الكهربي، وازاي نقدر نوصل الأعمدة الكهربية للحصول على بطاريات مختلفة في قيمة قوتها الدفع الكهربي. اتمنى تكون الحصة النهاردة نالت اعجاب حضراتكم، كنت مبسوطة جدا بيكم وبالتفاعل بتاعكم، كل الشكر والتقدير ليكم ولزمايلي في الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني. كان معاكم شيماء ديب، معلم العلوم بمحافظة مطروح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.